الحريري يبحث مع لافروف جهود تشكيل الحكومة اللبنانية وعون ينفي وجود تقدم في هذا الملف. الكرملين يؤكد أن بوتين سيتخذ قرارا بشأن فرض عقوبات على واشنطن. ألمانيا تعلن عزمها سحب جنودها من أفغانستان بحلول منتصف أغسطس القادم. الثالثة عصرا الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة، وبداية تكون مع نهى درويش. أهلا بك نهى. أهلا بك دان. أهلا بكم مشاهدينا. التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري خلال زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، وبحث الجانبان الأزمة في لبنان وجهود تشكيل الحكومة الجديدة. وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أعلنت في وقت سابق أن الحريري يخطط للقاء لافروف لمناقشة الوضع في لبنان، حيث تتواصل عملية تشكيل حكومة جديدة في البلاد، كما سيتم التطرق إلى قضايا تطوير التعاون الثنائي. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون عدم وجود تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري. وقال الرئيس اللبناني في حديث صحفي إنه لا يوجد تواصل بينه وبين الحريري من أجل تحريك الملف الحكومي. وقال الرئيس اللبناني أو قلل من الجولات الخارجية التي يجريها رئيس الوزراء المكلف ويلتقي خلالها بقادة وزعماء الدول العربية والأجنبية. وشد الرئيس اللبناني على وجود دور لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الوزراء المكلف في إطار عملية تكوين السلطة في لبنان. حذرت الممثلة الأممية الخاصة في العراق جنين بلاسخارت من أن أحداث إقليم كردستان تهدد استقرار العراق، معتبرة أنها مثال آخر على المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار بلاد الرافدين. وأدانت بلاسخارت في تغريدة على تويتر أعمال العنف هذه داعية الحكومتين الاتحادية وإقليم كردستان على التحرك بسرعة وانسجام لمنع المزيد من التصعيد. في هجوم يعد الأول من نوعه، استهدفت طائرة مسيرة مفخخة مطار أربيل في إقليم كردستان العراقي، حيث يتمركز عسكريون أمريكيون في قاعدة عسكرية بمحيطه. الهجوم الذي سمع دويه في كل أنحاء مدينة أربيل جاء بعد شهرين من هجوم صاروخي استهدف مجمعا عسكريا في المطار يأوي قوات التحالف الدولي، وسقط فيه قتيلان بينهم متعاقد مدني أجنبي. وردا على الهجوم قال الرئيس العراقي برهم صالح إن استهداف المنشآت في أربيل وبغداد ومناطق أخرى جرائم إرهابية مدانة تستهدف أمن المواطن وتعيق المساعي الوطنية القائمة لحماية استقرار البلد وسيادته. بينما ندد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بالهجوم موجها بفتح تحقيق فوري لمعرفة الجهة المنفذة له. ومن جهته أكد رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الهجوم على مطار أربيل، مشددا على ضرورة انسحاب أي جماعات مسلحة لا تعمل ضمن القوات العراقية الرسمية فورا من حدود الإقليم. وعادة ما يشار بأصبع الاتهام في هذه الهجمات إلى جماعات مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة العراقية، بينما تسعى الحكومة إلى تقويض حركاتها وسحب سلاحها في أسرع وقت ممكن، خاصة مع اقتراب الانتخابات المقررة في شهر أكتوبر المقبل. كشفت شرطة العراقية عن العثور على أموال وذهب وفضة بين أنقاض الحرب في الموصل. وقالت مديرية شرطة محافظة نينوى إنها تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها تنظيم داعش الإرهابي خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، فضلا عن مخزونات من القطع الذهبية على هيئة عملات معدنية.
وكان قد خبأها ودفنها في أحد المساكن بالمدينة القديمة. قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الحوثيين يتحملون القسم الأكبر من المسؤولية في القتال في اليمن. وخلال جلسة لمجلس الأمن حثت جرينفيلد الحوثيين على الاستجابة والمشاركة بشكل مثمر في عملية السلام، مشيرة إلى أن أعمال الحوثيين حتى الآن لا تقود للاعتقاد بأنهم ملتزمون بحل سلمي للنزاع. وأوضحت أن هجوم الحوثيين في مأرب يواصل حصد أرواح يمنيين بينهم النازحون داخليا. أصبحت الدنمارك أول بلد أوروبي يجرد السوريين من تصاريح إقامتهم ويطالبهم بالعودة إلى ديارهم على أساس أن منطقة دمشق آمنة. كما قررت الحكومة الدنماركية وضمن خطتها الوصول إلى صفر لاجئ إلغاء تصاريح إقامة 94 سوريا في عام 2020. وتعهدت الحكومة بسحب المئات من تصاريح الإقامة للسوريين وبإعادتهم إلى بلادهم في الأشهر المقبلة. في خطوة أظهرت السياسة المتشددة في مواجهة اللاجئين، أصبحت الدنمارك أول بلد أوروبي يجرد السوريين من تصاريح إقامتهم ويطالبهم بالعودة إلى ديارهم على أساس أن منطقة دمشق آمنة. كما قررت الحكومة الدنماركية ضمن خطتها للوصول إلى صفر لاجئ، قررت إلغاء تصاريح إقامة 94 سورياً في عام 2020، وتعهدت رئيسة وزرائها ميتي فريدريكسن بسحب المئات من تصاريح الإقامة للسوريين وإعادتهم إلى بلادهم في الأشهر المقبلة. وباعتبارها دمشق آمنة، أعادت الدنمارك تقييم تصاريح الحماية المؤقتة لحوالي 900 سوري، وهو الأمر الذي ينطبق على 350 سورياً آخرين موجودين في البلاد. خطوات قوبلت بانتقادات من قبل المنظمات الأممية والإنسانية التي طالبت كوبنهاجن بالعدول عن موقفها بشأن اللاجئين، خاصة وأن الدنمارك من الدول الموقعة على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تمنع ترحيل طالب اللجوء إذا تعرضوا لخطر التعذيب أو الاضطهاد في بلدانهم الأصلية. الدنمارك التي تستضيف حسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي 21,980 لاجئاً تتبع واحدة من أكثر سياسات الهجرة تقييداً في أوروبا، وذلك منذ وصول الحزب الاشتراكي الديمقراطي للسلطة في يونيو من عام 2019. أدت جموع المسلمين صلاة أول جمعة من شهر رمضان المبارك بالمسجد النبوي الشريف في أجواء روحانية. ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لحماية المواقع في المسجد ومرافقه بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة. أدى آلاف المصلين صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المعظم هذا العام في المسجد الأقصى المبارك. وشددت الشرطة الإسرائيلية الإجراءات الأمنية في القدس مع وصول المصلين قبل صلاة الجمعة الأولى خلال شهر رمضان المبارك. وكان عشرات الآلاف من المصلين يزورون الأقصى للصلاة خلال شهر رمضان، بينما تسببت أزمة كورونا في إيقاف الصلاة هناك عام 2020. أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن مبدأ التعامل بالمثل ما زال قائما بشأن الرد الروسي المحتمل على العقوبات الأمريكية وطرد دبلوماسيين روس، موضحا أن كل شيء سيعتمد على قرار الرئيس فلاديمير بوتين.
وأقلل بيسكوف من تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن الاستقرار الكلي مضمون تماما، والبنك المركزي يعمل بثقة وفاعلية، والكفاءة الاقتصادية لدى الروس معترف بها دوليا. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الوقت الآن مناسب لخفض التوتر القائم بين بلاده وروسيا. وأشار بايدن في كلمة من البيت الأبيض لأنه ما زال هناك مجال يتيح البلدين العمل معا. وأضاف جو بايدن بأن التواصل المباشر مع موسكو مهم لتجاوز الخلافات السياسية. أعلنت ألمانيا أنها سوف تقوم بسحب جنودها 1100 المتمركزين في أفغانستان بحلول منتصف أغسطس القادم، وذلك عقب أعلان الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلنطي الناتو عن خططهما لمغادرة البلاد. وذكرت مصادر إعلامية ألمانية أن وزيرة الدفاع الألمانية والمفتش العام قد أرسل إلى الجنود كتابيا بيانا مفاده أن قوات الجيش الألمانية ستغادر أفغانستان بعد تنفيذ كل المهام المنوطة بهم والتي كلفهم بها البرلمان. ويشار إلى أن الجيش الألماني يعتزم سحب قواته بشكل أسرع من الولايات المتحدة مع خطط لإخلاء المعسكر في منطقة مزاز الشريف الواقعة شمالي أفغانستان في غضون 4 أشهر. زيارة بلينكن إلى أفغانستان تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوة بلاده ستخرج من أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل. وفي كلمة بشأن مستقبل القوات الأمريكية في أفغانستان، أكد جو بايدن بأن الولايات المتحدة ستبدأ انسحابها النهائي اعتبارا من أول مايو، وذلك بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع كل الحلفاء. بعد 20 عاما من إطلاق الحرب ضد تنظيم القاعدة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان اعتبارا من أول مايو، لينهي بذلك أطول حرب أمريكية، رافضا دعوات لبقاء القوات الأمريكية لضمان حل سلمي للصراع الأفغاني. وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض أقر بايدن بأن أهداف الولايات المتحدة في أفغانستان أصبحت غامضة على نحو متزايد خلال العقد المنصرم، وحدد مهلة لسحب جميع القوات الأمريكية المتبقية في أفغانستان والبالغ عددها 2500 في موعد أقصاه 11 سبتمبر. أنا رابع رئيس أمريكي أترأس وجود قوات أمريكية في أفغانستان، 2 من الجمهوريين و2 من الديمقراطيين، وأنا لن أمرر هذه المسؤولية إلى رئيس خامس. وبعد التشاور عن كثب مع حلفائنا وأصدقائنا والقادة العسكريين ورجال الاستخبارات والدبلوماسيين وخبراء التنمية والكونغرس ونائبة الرئيس، وكذلك مع السيد غاني وآخرين في العالم، وصلت إلى نتيجة أن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب أمريكية. حان الوقت لعودة القوات الأمريكية إلى البلاد. وبالتوازي مع قرار بايدن، أعلنت دول حلف شمال الأطلسي الناتو أنها قررت المباشرة بسحب قواتها العاملة في إطار مهمة التحالف في أفغانستان بحلول الأول من مايو، على أن تنجز ذلك في غضون 4 أشهر. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ إن على أفغانستان الآن تأسيس دولة آمنة لمواطنيها مع سحب القوات الأجنبية، بينما تعهد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن تواصل تمويل القدرات الأساسية لقوات الأمن الأفغانية بما فيها القوات الجوية. ومن جهته أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أنه يحترم قرار الانسحاب بعدما تشاور في شأنه هاتفيا مع نظيره الأمريكي، وأكد عبر تويتر أن قوات الأمن الأفغانية قادرة تماما على الدفاع عن شعبها وبلادها.
وبالرغم من الاتفاق بين واشنطن وحركة طالبان العام الماضي على سحب القوات الأمريكية، تستمر أعمال العنف بشكل كبير على الأرض بين المتمردين والقوات الأفغانية، الأمر الذي يثير مخاوف وكالات الاستخبارات الأمريكية التي أشارت إلى أن الحكومة الأفغانية قد تواجه صعوبات في حل خروج قوات التحالف الدولي بشكل متسرع وبدون خطط تضمن قدرة قوات الأمن الأفغانية على التصدي للإرهاب. وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى باريس لإجراء مفاوضات مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ومن المقرر أن تنضم ميركل إلى المفاوضات بين الزعيمين الأوكراني والفرنسي عبر الاتصال المرئي لاحقا. وكان مكتب زيلينسكي قد أكد أن الرئيس الأوكراني سيثير في باريس مسألة الوضع في منطقة دونباس شمال شرقي أوكرانيا وحشد روسيا قواتها قرب حدود أوكرانيا. وطالب زيلينسكي مؤخرا بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي بزعم أن كيف تواجه خطر هجوم عسكري من قبل روسيا. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيشارك في قمة المناخ مع قادة فرنسا وألمانيا. وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بينغ سيشارك في القمة بناء على دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع قادة فرنسا وألمانيا عبر الاتصال المرئي، ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى. ومن المنتظر أن يزور المبعوث الأمريكي جون كيري الصين هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن تغيير المناخ، وهي أول زيارة رسمية في عهد إدارة جو بايدن في رحلة تأمل واشنطن أن تضع جانبا هذه الخلافات الدبلوماسية وتركز على تحديات البيئة المشتركة. استدعى مساعد وزير الخارجية الصيني وو جيانغ هاو السفير الياباني لدى الصين تارومي هيدو، حيث قدم مذكرة احتجاج رسمية ضد قرار الحكومة اليابانية بشأن تفريغ مياه الصرف من محطة فوكوشيما النووية في البحر. وقال هاو وفقا لوزارة الخارجية الصينية إن القرار الياباني يتجاهل سلامة البيئة البحرية العالمية وسلامة الصحة العامة الدولية والمصالح الأمنية لشعوب الدول المجاورة، وإن مثل هذا القرار يعد انتهاكا للقانون الدولي والقواعد الدولية وينبغي ألا يكون سلوكا لدولة متحضرة حديثة. قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا سيشكلان جبهة موحدة بشأن تايوان، وهي أكثر القضايا الإقليمية حساسية في الصين. وقال المسؤول إنه من المتوقع أن يتفق بايدن وسوغا في قمة ثنائية على بيان مشترك بشأن التحركات الصينية، كما سيتفقان على استثمار ياباني بقيمة 2 مليار دولار في مجال الاتصالات لمواجهة تقنيات هواوي الصينية. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات في إطلاق نار بمدينة أنديانابوليس الأمريكية. وقالت الشرطة أن مسلحا أطلق النار بطريقة عشوائية داخل منشأة تابعة لشركة بريد بالقرب من مطار أنديانابوليس في ولاية أنديانا الأمريكية. وأوضحت الشرطة أن مطلق النار المزعوم انتحر، مضيفة أنه تم نقل العديد من الضحايا إلى مستشفيات مختلفة في المنطقة. قال محمد قليباف رئيس البرلمان الإيراني بأن طهران نجحت في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%،
كما قال علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بأن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% في منشأة نطنز بعد أيام من انفجار في الموقع، حيث ألقت إيران المسؤولية على إسرائيل. أكد السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف أن مواجهة الأزمة الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا تتطلب الاستفادة من القدرات التصنيعية غير المستغلة لبعض الدول النامية، بما يسهم في رفع حجم الإنتاج العالمي من اللقاحات وسد الفجوة بين المطلوب من اللقاحات والمعروض منها على المستوى الدولي. وخلال مشاركته في المؤتمر الأول من نوعه الذي دعت إليه مدير عام منظمة التجارة العالمية، استعرض مندوب مصر كيفية التغلب على العقوبات التي تواجه الدول النامية في توظيف قدراتها التصنيعية لإنتاج اللقاحات، وذلك من خلال إقامة شراكات بين حكومات الدول والشركات المنتجة للقاحات وبالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية لتوفير الاستثمارات اللازمة لإنشاء مراكز تصنيع إقليمية للمساهمة في زيادة الإنتاج. أظهر إحصاء جديد بأن أكثر من 138 مليون و550 ألف نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وبحسب الإحصاءات فقد وصل إجمالي عدد الوفيات والناتجة عن فيروس كورونا إلى أكثر من 3,116,000 ألف، وقد تم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق، وذلك منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019. سجلت البرازيل 3,560 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا، فضلا عن 73,174 حالة إصابة جديدة وفقا لبيانات نشرتها وزارة الصحة. وسجلت البلاد حتى الآن أكثر من 365 ألف وفاة في المجمل بسبب فيروس كورونا، ليتخطى إجمالي الإصابات 13,746,000 ألف حالة إصابة مؤكدة. حذرت المستشارة الألمانية أنجلا ميركل بشدة من إثقال كاهلي النظام الصحي خلال أزمة كورونا، وقالت ميركل في البرلمان الألماني بأن الوضع الوبائي لكورونا في ألمانيا خطير للغاية، وأنه على السلطات إبطاء الموجة الثالثة من هذه الجائحة ووقف زيادة السريعة في الإصابات. ويناقش البرلمان الألماني مسودة تعرف باسم مكابح الطوارئ والتي توحد إجراءات مكافحة كورونا على مستوى ألمانيا. أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكد في ألمانيا ارتفع بمقدار 25,831 حالة، ليصل الإجمالي إلى أكثر من 3,099,000. وأظهرت الحصيلة أن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع بمقدار 247، ليصل الإجمالي في ألمانيا إلى 79,628 حالة. أظهرت أحدث بيانات صادرة عن وزارة الصحة الفرنسية بأن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد ارتفعت ومتجاوزة حاجز 100,000، وذلك في حصيلة قائمة بالنسبة لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون. وأفادت بيانات الموقع الإلكتروني للوزارة أن المستشفيات الفرنسية سجلت 300 وفاة أخرى بكوفيد 19 في الساعات 24 الماضية، والتي بذلك ترفع مجمل الوفيات إلى أكثر من 100,000. فرنسا هي صاحبة ثامن أعلى حصيلة وفيات في العالم جراء فيروس كورونا.
تلقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فوندرلاين أول جرعة من لقاح فايزر بايونتاك المضاد لفيروس كورونا. يتم تلقيح موظفي مفوضية الاتحاد الأوروبي في مراكز خاصة وفقاً للجدول الزمني للقاح البلجيكي الذي يقدم حالياً التطعيم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً والذين يعانون من ظروف صحية أساسية وعاملين في مجال الصحة والأمن في الخطوط الأمامية. وسجلت روسيا 8995 إصابة بفيروس كورونا، وذلك حدثت في الساعات 24 الماضية. ارتفع بذلك إجمالي الإصابات على مستوى البلاد إلى 4,684,148 إصابة، كما تم تسجيل 397 وفاة، ما يرفع الإجمالي إلى 104,795 حالة. كشفت بيانات وزارة الصحة الهندية أن البلاد سجلت زيادة قياسية يومية جديدة في عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19، بلغت 217,353 حالة خلال الساعات 24 الماضية، وهذه هي الزيادة القياسية اليومية الثامنة في الأيام التسعة الماضية. ووصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى حوالي 14,300,000 حالة. وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في الهند ارتفع بواقع 1,185 ليصل الإجمالي إلى 174,308 حالات. قال رئيس شركة الأدوية الأمريكية فايزر بأن الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا المستجد سيحتاجون على الأرجح إلى جرعة ثالثة في غضون 6 أشهر إلى سنة، ثم إلى جرعة كل عام. وأوضح ألبرت بورلا رئيس تنفيذي للشركة بأن هناك فرضية معقولة، وهي أن جرعة ثالثة ستكون ضرورية على الأرجح، وذلك بين 6 أشهر و12 شهر، وبعدها سيكون هناك تطعيم مرة كل سنة، لكن ما زال يجب التأكد من ذلك، مشددا في هذا الصدد على أنه من المهم خفض عدد الأشخاص المعرضين للإصابة بفيروس كورونا من خلال اتباع كل الإجراءات الاحترازية. لمزيد من النقاش والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن دكتور أحمد المشتت، أستاذ الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن. دكتور، رحب بك معنا في هذه النشرة الإخبارية. بداية، بعد هذا التصريح، يمكن هل يمكن القول الآن أن الجرعة الأولى والجرعة الثانية من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا هم غير فعالين ولم يثبتوا فعاليتهم إلى حد الآن؟ مرحبا بكم. طبعا لا، فعالين أكيد، يعني لا شك في ذلك، لكن وهذا الموضوع يشمل كل اللقاحات المناسبة ليس فقط فايزر. من المتوقع أننا نحتاج إلى جرعة ثالثة هذا الخريف، وقد نحتاج إلى جرعة من اللقاحات، وهذه أي لقاحات، كل عام مثل ما يحدث مع الإنفلونزا. هناك سببين رئيسيين. السبب الأول أن المناعة التي نتلقاها من هذه اللقاحات قد لا تكون طويلة الأمد. لحد الآن الدراسات التي شملت الأشخاص الذين تطوعوا في الدراسات الأساسية للقاح فايزر، يعني تابعوهم من إبريل الماضي لحد الآن، شاهدوا استنتجوا أن المناعة تكون في أوجها خلال 6 أشهر الأولى، ثم تبدأ بالانخفاض. السبب الثاني أنه هناك سلالات جديدة دائما تحدث، وهذه السلالات قد لا تكون تستجيب للقاحات الحالية، ولهذا قد نحتاج إلى جيل آخر من اللقاحات المطورة لكي تؤثر على هذه السلالات، وقد نحتاج إلى جرعات تعزيزية. فأعتقد الأمر سيكون
طبيعي. لكن دكتور أحمد في هذه النقطة، هل تعتقد أنه من الممكن أن سيكون هناك عدد كافي ومتوفر من هذه اللقاحات كما تحدثت وذكرت الآن؟ لأن البعض يمكن يقول، ولا أعلم إذا كنت وافقني الرأي أم لا، يعني البعض يقول أن من الأفضل تطعيم عدد أكبر من المواطنين بجرعة واحدة أفضل بكثير من تطعيم يمكن عدد أقل بجرعتين أو بثلاثة. طبعا هو الجرعة الواحدة مفيدة ولكنها غير كافية، يعني إذا يأخذ جرعة واحدة يجب أن يأخذ جرعة ثانية، لأن الجرعة الثانية مهمتها هي إطالة أمد الاستجابة المناعية. صح في البداية إذا لم تكن هناك جرع كافية هو إعطاء جرعة واحدة لكل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولكن هؤلاء الأشخاص يجب أن يأخذوا جرعة ثانية في أي مكان في العالم. هل متوفر اللقاح أم لا؟ طبعا موضوع يخص الإنتاج والتوزيع، وهذه مشكلة قائمة، وآلية كوفاكس أيضا لحد الآن. بالضبط، وآلية كوفاكس، ورأينا المشاكل حول لقاح أوكسفورد أسترازينيكا والآن جونسون أند جونسون. صحيح، في بلدان يتوفر فيها اللقاح لكن المواطنين لا يذهبون لأخذ اللقاح، هذه مشكلة أخرى أيضا تحتاج إلى توعية كبيرة. بالحديث دكتور أحمد عن هذا اللقاح، لقاح فايزر، يمكن هو أثبت فعاليته بشكل كبير جدا مع السلالات المتحورة، أتحدث عن السلالة البرازيلية وأيضا السلالة البريطانية، هل يمكن القول الآن أنه سيثبت فعالية بشكل كبير مع السلالة الجنوب الأفريقية أم لا؟ الفايزر له تأثير قوي على السلالة البريطانية بحيث أنه يمنع الإصابات بمجملها، ولكن مع سلالة جنوب أفريقيا وخصوصا السلالة البرازيلية فإنه قد يمنع الإصابات الشديدة ويمنع الوفيات كذلك. لهذا هو بشكل عام فعال. يعني يعطيك مثل أن في الولايات المتحدة تم تطعيم حوالي 78 مليون شخص، من هؤلاء 78 مليون شخص 5000 شخص فقط حدثت عندهم لديهم التهابات الكورونا، ومن هؤلاء 5000 حوالي 30 فقط احتاجوا للدخول إلى المستشفيات، فهذا يعطي انطباع كبير على أن اللقاح فعال بشكل جيد جدا. نعم دكتور أحمد، يمكن البعض أو الكثير يقول أن فيروس كورونا يصيب بشكل أكبر بعض القارات الأجنبية والأوروبية وأيضا في الولايات المتحدة يمكن بصورة أكبر وبصورة أسرع عن باقي القارات، أتحدث هنا عن القارة السمراء أو القارة الإفريقية، هل توافقني الرأي في هذه النقطة؟ طبعا آسف بس لا أوافقك في هذه النقطة. المشكلة أن هذه القارات يعني خصوصا دولة مثل بريطانيا هم شفافين جدا في نقل المعلومات، أي إصابة تحدث تسجل، أي وفيات تحدث تسجل، الأرقام دقيقة ولهذا تظهر الأرقام كبيرة. لكن في بلدان أخرى في القارة الإفريقية هناك دول لم تسجل أي حالات نهائيا، يعني قطعت الصلة تماما بمنظمة الصحة العالمية، مثلا دولة مثل تنزانيا بعد أن منحت منظمة الصحة العالمية أرقام لمدة شهر أو شهرين منذ العام الماضي توقفت بالكامل، ومنظمة الصحة العالمية نوهت إلى ذلك، فعدم تسجيل الإصابات هو سبب رئيسي. هناك شيء آخر، هناك بعض الدول يكون فيها أغلبية السكان من الشباب، والشباب بما أنهم يتحملون الإصابات بشكل جيد ومعظم الأحيان لا تظهر عليهم أعراض، فهذا قد يكون سبب لإعطاء انطباع خاطئ أن الفيروس غير قوي وغير موجود. الفيروس في الحقيقة موجود في كل مكان، والفيروس لن يختفي نهائيا، والحل الوحيد هو في اللقاحات، في عملية في العلاجات التي قد تكون متوفرة في الأشهر القادمة، في زيادة وعي الأطباء والجهاز الصحي بكيفية معالجة كورونا، بالإضافة إلى إجراءات الغلق والحظر التي صحيح دكتور أحمد. ويمكن هذا ما يقال من قبل المراكز الصحية ومن الأطباء أنه أصبح يمكن أمر واقع يجب التعايش معه في الفترة القادمة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد المشتت، وهو أستاذ الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن، شكرا جزيلا لك.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً استعرض خلاله الحصاد الأسبوعي للمجلس، وشمل التقرير الموافقة على توفيق أوضاع 82 كنيسة ومبنى تابعاً، كما استعرض التقرير عدداً من الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء، بينها اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث، وكذلك اجتماع لمتابعة الإجراءات الخاصة بالمشروع القومي الدلتا الجديدة. كما ترأس دكتور مصطفى مدبولي الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية، مثل مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. Present! Present! Arms!
Present! Present! Arms! وقعت وزارة الداخلية قوافل من المساعدات المتكاملة لعدد من القرى النائية منطقة الواحات البحرية تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، حيث تم توزيع مساعدات عينية على المواطنين، إضافة إلى توقيع الكشف الطبي المجاني على الراغبين مع تقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية وخدمات تراخيص السيارات. في إطار تعظيم الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية لدعم ومساندة المواطنين بخاصة في القرى النائية والأكثر احتياجاً، لذا فقد وجهت الوزارة قوافل من المساعدات المتكاملة عينية وطبية وخدمية إلى عدد من القرى النائية بمنطقة الواحات البحرية والتي تبعد 400 كيلومتر عن مدينة الجيزة. واللي وجودنا من وجودك واقفين معاك بروح وقلب. القوافل التي تم توجيهها تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية تضمنت توزيع مساعدات عينية منها مواد غذائية على قاطني تلك القرى، حيث تم تخصيص أماكن لاستقبال المواطنين لتسليمهم تلك المساعدات. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. كما توجهت مأموريات إلى المواطنين بأماكن إقامتهم لضمان حصولهم على المساعدات. وخلال توزيع المساعدات العينية تم الاستجابة لطلب والد طفلة بتركيب طرف صناعي لكريمته والتي تعاني من بتر في قدمها اليمنى. أنا صدق عايز أعمل جهاز لبنتي تمشي عليه وتلعب مع العيال، بس لا هو بنت حياتي بس. حيث تم اصطحابها إلى القافلة الطبية التي جاءت إلى المنطقة ضمن قوافل المساعدات المتكاملة وإجراء الكشف الطبي اللازم لها تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة لتركيب طرف صناعي. الحمد لله هي بالنسبة لحالتها الحالة مستقرة معها وكويسة، بس هي محتاجة لسه تكمل علاجها عشان إن شاء الله ترجع تمشي طبيعي على رجليها. القافلة الطبية والتي تضم كافة التخصصات ومصاحب لها صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، قام أطباؤها بتوقيع الكشف الطبي على الحالات التي تحتاج ذلك بعدد من القرى المستهدفة بهدف توفير رعاية طبية وصحية لائقة لهم، وهو ما أشاد به المواطنون، حيث تم الكشف على 592 مواطن وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. خرجنا قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوفير الخدمة الطبية لأهالينا في الواحات البحرية. قدرنا أن احنا نكشف على ما يزيد عن 500 حالة على مدى اليومين دول، موزعة بين عيادات البطنة وعيادات القلب وعيادات الجلدية وعيادات الرمد. تضمنت قوافل المساعدات قافلة للأحوال المدنية لتقديم خدمات قطاع الأحوال المدنية دون مقابل في القرى المستهدفة. احنا اللي بنلبي في وقت ما بتنادينا، لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. وقافلة مرورية لتقديم خدمات التراخيص والفحص الفني للسيارات، وذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية للتخفيف عن كاهل المواطنين. والكل عارف إن مصر طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد وهنبقى جنبك للنهاية. وتعد القوافل الإنسانية والخدمية إحدى الوسائل التي تسعى من خلالها وزارة الداخلية إلى الوصول للمواطنين في المناطق النائية والأكثر احتياجاً لتقديم الدعم والمساندة لهم وتخفيف الأعباء عنهم.
دايما هنا شرطة وشعب. قالت وزارة الداخلية إنه تم بدء العمل وتلقي بلاغات المواطنين بالمقارة الجديدة بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وتتلقى المنظومة بلاغات المواطنين عن جرائم تقنية المعلومات وفحصها فنيا بأقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، وذلك من خلال المقارة التي تم تجهيزها بأجهزة الحاسبات الآلية وملاحقتها وربطها بمنظومة تلقي البلاغات، فضلا عن تزويدها بكافة المساعدات اللازمة لإجراء الفحص الفني لتلك البلاغات وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات. أفاد الرئيس عبد الفتاح السيسي مندوبا لتشييع جنازة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد وإبلاغ أسرته خالص عزاء سيادته ومواساته. وكانت جنازة الكاتب الراحل شيعت بعد ظهر الجمعة من مسجد آل رشدان بمدينة نصر إلى مثواه الأخير في مدافن الأسرة بالقاهرة، وذلك بعد وفاته أمس عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض. ويعد الراحل من أشهر رواد مهنة صاحبة الجلالة في مصر وفي الشرق الأوسط، وعرف عنه ولعه الشديد بالعمل الصحفي وشغفه بممارسة هذا الدور. أستاذ مكرم أهم صحفي بعد الأستاذ هيكل الله يرحمه، هو أهم صحفي مصري وعربي على الإطلاق حاليا يعني بعد الأستاذ هيكل. الحقيقة يعني قيمة صحفية كبيرة جدا وقيمة نقابية كبيرة جدا، يعني كان له إلى جوار ذلك الأستاذ مكرم كان له مواقف وطنية شديدة التميز طول الوقت، يعني لم يخجل ولم يهرب ولم يتراجع عن مواقف الوطنية في كل المحافل. يعني في وقت كان بتهرب فيه الناس بتنط من السفينة بعد 25 يناير هو ما نطش من السفينة ووقف مدافعا صلبا عن الدولة الوطنية، لم ينكسر أمام ضغوط ولا ينكسر أمام عاش ومات صحفيا مهنيا، انحاز الحرية لحرية الصحافة، خاض معارك كبيرة جدا من أجل هذه الحرية. افتتحت مديرية أوقاف دمياط مسجد المدينة المنورة في منطقة شاطئ النخيل برأس البر على مساحة 500 متر بتكلفة 5 مليون جنيه بالجهود الذاتية، كما تم افتتاح مسجد البحر في قرية كفر السليمان مركز كفر سعد على مساحة 480 مترا صيانة وتجديد بالجهود الذاتية بتكلفة 1.5 مليون جنيه. تتوالى افتتاحات المساجد في محافظة دمياط حتى وصل الآن إلى 62 مسجد، ونحن في أول جمعة من رمضان نفتتح مسجدين آخرين بإذن من معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والذي يولي المساجد ولاية خاصة عمارة وبناء وجمالا. هذا المسجد الذي نقف فيه الآن هو مسجد المدينة المنورة، كلف بالجهود الذاتية، يقع على مساحة 500 متر، كلف حوالي 5 مليون جنيه. ومسجد آخر هو مسجد البحر في كفر سليمان، هو يقع حوالي 800 متر، كلف أيضا بالجهود الذاتية وكلف حوالي 1,500,000. افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مسجد الرحمة، والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية بتكلفة 1.5 مليون على مساحة 160 متر تحت إشراف وزارة الأوقاف. وقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة إلى أهالي المنطقة على حلول شهر رمضان المبارك وعلى افتتاح المسجد الجديد، مطالبا من الأهالي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أداء صلاة التراويح للحماية من أزمة كورونا. افتتح اليوم بيتا من بيوت الله وهو مسجد الرحمة بمنطقة العمارات الجديدة بكيلومتر 4 بتكلفة 1.5 مليون جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف مديرية أوقاف مطروح. بنقول لأهل المنطقة مبروك عليكم مسجدكم هذا، وإن شاء الله يعمد بكم، وإن شاء الله تتوالى الافتتاحات إن شاء الله على مدار هذا الشهر الكريم. إن شاء الله سنفتتح بعض المساجد في مدينة سيوة وفي مدينة الحمام، والحمد لله جاء حاليا رفع كفاءة وإحلال وتجديد المسجد التاريخي مسجد العوام.
افتتح دكتور محمود الشيمي مدير عام أوقاف البحر الأحمر مسجد نسائم الرحمن بمنطقة السلام بمدينة الغردقة، وصرح بأن مسجد نسائم الرحمن تم إنشاؤه بتكلفة 2 مليون جنيه على مساحة 350 مترا، وهو من المساجد الأهلية. كما تم افتتاح مسجد الخير بقرية الخير بالبحر الأحمر على مساحة 250 مترا وبتكلفة 1,250,000 جنيه. أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الدقة أهلية بأن إجمالي عدد المساجد التي تم افتتاحها حتى الآن بالدقة أهلية بلغ 77 مسجدا بتكلفة 100 مليون جنيه. وأوضحت مديرية الأوقاف في الدقة أهلية بأن المساجد طورت تحت الإشراف الهندسي لوزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الدقة أهلية، ولتوفير التكلفة بالجهود الذاتية. من جانبه أكد دكتور أيمن مختار محافظ الدقة أهلية دعمه المستمر لمبادرات ومساهمات المجتمع المدني والجهود الذاتية ولمشاركتها الفعالة مع أجهزة الدولة في بناء المساجد ولتطويرها بالتنسيق مع مديرية الأوقاف. جاء ذلك خلال افتتاح المسجد الكبير بقرية القنان بمركز ومدينة السنبلاوين على مساحة 700 متر بتكلفة 12 مليون جنيه. احنا النهارده في الجمعه الاولى من شهر رمضان المعظم بنفتتح المسجد الكبير في قريه القنان مركز السنبلاوين احدى مراكز محافظه الدقهليه بالتعاون بين المجتمع المدني ومديريه الاوقاف بالدقهليه. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين المسجد معمول على اعلى مستوى، هو من ضمن 70 مسجد تم افتتاحهم من شهر 9 الماضي حتى الان بتكلفه تتخطى ال 100 مليون جنيه. بدانا حمله مكثفه لتنظيف وتعقيم المساجد المستمر عقب الصلوات الخمس استعدادا لاستقبال هذا الشهر الطيب المبارك. ونحن هنا في هذا المكان وهذا البيت العامر بذكر الله عز وجل، والذي كان مقررا افتتاحه الجمعة قبل الماضية ولكن لظروف معينة تم تأجيله. عايز أقول هذا المكان تحفة معمارية كبقية المساجد التي تم إحلالها وتجديدها أو بناؤها لأول مرة على أرض محافظة الدقة أهلية. يحتفل مواطنو بنجلاديش بحلول شهر رمضان الكريم وسط إغلاق تفرضه البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وهو القرار الذي ألقى بظلاله على مظاهر الحياة في البلاد خلال الشهر الفضيل. المزيد في هذا التقرير. يحل شهر رمضان على مسلمي بنجلاديش وسط إغلاق تفرضه البلاد بسبب فيروس كورونا. وفي العاصمة دكا فتحت بعض الأكشاك على جوانب الطرق لفترة وجيزة لبيع طعام الإفطار المعد مسبقاً، ووزع متطوعون طعاماً على المحتاجين الذين لا يستطيعون شراء طعام الإفطار في ظل إغلاق أغلبية المتاجر. ولم تقتصر أثر الإغلاق الذي قررته بنجلاديش لمدة 8 أيام لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد على الصعوبات المعيشية للسكان، بل زاد عليه قرار السلطات في البلاد بمنع الصلاة الجماعية في المساجد وتقليص رحلات السفر الداخلي والدولي. وبدت الشوارع في بنجلاديش خاوية والقوارب متوقفة في نهر بوريغانغا، مما دفع البعض إلى حمل بضائع والسير بها على الأقدام، بينما تمركزت الشرطة في نقاط التفتيش على الطرق. وتأتي تلك القرارات للسلطات في بنجلاديش خلال شهر رمضان بعد أن سجلت المؤسسات الصحية في البلاد ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة والوفاة بكورونا، حيث تجاوزت الإصابات 700 ألف حالة واقتربت الوفيات من 10,000 وفاة. ختام هذه النشرة والآن تذكرة بأهم ما جاء بها من عناوين. الحريري يبحث مع لافروف جهود تشكيل حكومة لبنانية وعون ينفي وجود تقدم في هذا الملف. الكرملين يؤكد أن بوتين سيتخذ قرارا بشأن فرض عقوبات على واشنطن.
وألمانيا تعلن عزمها سحب جنودها من أفغانستان بحلول منتصف أغسطس المقبل. وانتهت النشرة مشاهدينا. في الختام نحيط علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500، ومعامل الاستقطاب رأسي. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة.